ايه للخبر اللي كان موجود في واشنطن بوست عن الصحفي اللي بعد سنة الشرطة ما زالت مصممة على محاكمته؟ هو في الواقع انا هذا الخبر لا يفاجئني اطلاقا. هو صحفي اللي حضرتك اتكلمتي عنه، هو احد ثلاثة مطلوبين من السلطات القضائية الامريكية بتهم اعاقة عمل سلطات الامن، وربما ايضا احدهم مطلوب في قضية اعتداء على احد رجال الامن، واحد من هافينغتون بوست والاخر من سي تي في، اضافة الى صحفي من واشنطن بوست. وبالتالي هذا الخبر لا يفاجئني، لانه الولايات المتحدة حينما يتعلق الامر بامنها القومي او بتصوراتها لامنها القومي فانها تقوم بممارسات خشنه وتنتهك حريه الصحافه، وهي دوله لا تصنف في دول الفئه الاولى من الفئات التي تحافظ على حريه الصحافه. الولايات المتحده لديها صناعه اعلام قويه ومنظمه تنظيما جيدا، لكن حينما يتعلق الامر بموضوع يخص تصور السلطات للامن القومي تحدث الانتهاكات ونستطيع ان نرصدها. افضل شيء حضرتك قلتيه في تقديمك لهذا الخبر المهم في الواقع هو انه انتهاك دوله من دول العالم الذي يوصف بانه ديمقراطي لحريه الصحافه والاعلام لا يعد مسوغا او مبررا لان يتم هذا الانتهاك في اي دوله اخرى، ومنها بالطبع مصر. نحن نرصد ما يحدث في امريكا ونعرف جيدا انها دوله تمارس عدالة انتقالية والتكيل بمكاييل عدة، وحينما يحدث عندنا أمر مماثل فهي لا تفوته، ولكنها تقوم بتوجيه الانتقادات الحادة، وأحيانا تكون هذه الانتقادات مشوبة بتدخل سافر في الشؤون الداخلية. الإعلام الأمريكي يتعرض في أحيان كثيرة لانتهاكات، والمواطن الأمريكي أيضا بسبب ما يسمى بدعاوى واعتبارات الأمن القومي يتعرض لانتهاكات، آخرها كان اعتراف الرئيس اوباما بالتنصت على مواطنين امريكيين ومسؤولين امريكيين ومسؤولين من دول العالم المختلفه، وهو انتهاك صارخ للخصوصيه. وبالتالي الامور واضحه بالنسبه لنا، وانا كنت اشدت جدا بموقف وزاره الخارجيه المصريه انما علقت تعليقا انتقاديا واضحا على سلوك السلطات الامريكيه الخشن والمنتهك للمعايير بحق هؤلاء المتظاهرين الذين تحدثت عنهم في فيركسون في اغسطس 2014. والآن أنا أدعو الفعاليات المصرية المعنية والتي أحيانا كثيرة تستند إلى تقويمات أمريكية أو غربية فيما يخص حرية الصحافة في مصر إلى التعليق على هذا الحدث. طيب وإلى إدانة هذا الانتهاك. أستاذ ياسر، وحضرتك بتتكلم عن الحالتين، وزارة الخارجية علقت على ما حدث في الولايات المتحدة، ولكن بيظل الوضع إن إحنا عندنا صحفيين خلف القضبان، كيف يتم التعامل وكيف يتم النظر لهؤلاء الصحفيين؟ نعم، أنا شاهدت الفيلم الذي فيلم فيديو على اليوتيوب، ممكن المشاهدين يشوفوه، يا ريت تعرضوا لهم الفيلم. بيظهر هذا الصحفي في مكان زي ما حضرتك قلتي في مطعم وجبات سريعة لا يقوم بأي شيء سوى بتغطية الأحداث، وبالتالي هذا الصحفي لم يقم بإعاقة السلطات عن القيام بعملها، لم يكن متواجدا في مكان خطير، يعني مكان فيه قنبلة أو فيه أحداث عنف، وكان في مطعم وجبات سريعة بيستطيع أن يغطي من خلفه. فإذا القاعدة هي أنه الصحفي يقوم بعمل يصب في تحقيق المصلحة العامة، والصحافة الحرة هي ضمانة أساسية في المجتمع الديمقراطي، وبالتالي لا يجب إعاقة عمل الصحفي ولا يجب توقيفه أو اعتقاله أو ممارسة حادة تجاهه. أما أنه الصحفي يقوم بتخطي كونه صحفيا ويقوم بالتداخل مع الأحداث أو ينتمي إلى تنظيم إرهابي أو تنظيم يمارس العنف أو ما شابه، فهنا يعامل كشخص عادي كمواطن، وبالتالي تكون حصانته كصحافي وهي حصانة اعتبارية، تكون هذه الحصانة قد سقطت في هذا الوقت. علينا أن نفرق بين هؤلاء الذين اعتقلوا أو وقفوا أو حكموا لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير وهو أمر يحرمه الدستور المصري الذي أقره المصريون في يناير 2014، وبين هؤلاء الذين يتصرفون كمواطنين عاديين وإن كانوا قد حملوا هويات صحفية حينما يتورطون في أعمال العنف. حينما يثبت أن هذا الصحفي لم يقم سوى بممارسة عمله في إطار قانوني فنحن ندعو السلطات المصرية فورا إلى الإفراج عنه وعدم اتخاذ أي إجراءات قضائية ضده. العكس صحيح، وهو حينما يكون هناك صحفي متورط في قضية ينظرها القضاء باعتباره مواطن ارتكب جريمة أو خالف القانون، فهنا نحن نتعامل مع حالة عادية وليست حالة تخص حرية الصحافة.
انا عايزه اشكر حضرتك استاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي، بشكر حضرتك على تعليقك معانا على هذا الخبر. قرنه مهم ان احنا نقف عندها، دايما بنقف عند الاخبار دي في الصحافه اللي بيكون فيها مكيال، او انه الصحافه وهي بتكيل بمكيالين بعض المواقف، يعني تتكلم عن حقوق الانسان وتتكلم عن الحريات وتتكلم وتفرد افتتاحيات في صحافتها عن ازاي ان دول زي مصر ما بتراعيش كل الحاجات دي، وفي الاخر بعد سنه من تغطيه صحفي ما عملش اي حاجه غير ان هو بيمارس مهنته نلاقيه ان هو بيطالب بالسجن. مره تانيه كلامنا مش معناه ان احنا بنبرر او ان احنا بنقول انه عايزين الصحفيين يتحبسوا، او ان احنا بنقول الصحفيين محدش يتكلم ويبقى سقفهم واطي محدش يتكلم، ما بنقولش الكلام ده خالص، ولكن برضو بنرصد كيف تنظر دولة الحريات الى الحريات. بعد الفاصل نكمل كلامنا مع حضراتكم.